نحن مجموعة من شباب عقيل جبل الكرد نعلن عن امتناع أداء الخدمة الإنسانية وتشكيل كتيبة الشهيد شيخ معشوق الخزمي، وذلك لأسباب الأتية. أولا، الالتحاق بالخدمة الإنسانية هو انتحار، لأنك مخير بين الموت بيد كتائب الأسد أو قتل المدنيين العزل. ثانيا، المؤسسة العسكرية حرفت عن أهداف الموضوع لها، ألا وهي حماية الوطن والمواطن، وتحولت إلى أداة طمع بيد عائلة الأسد. النصر للثورة والحرية للشعب الكردي والعربي وكافة المكونات في سوريا. بيجي آزادي بنرا كولادي، بيجي آزادي بنرا كولادي، بيجي آزادي.